إن تغيير مفهوم محطة الوقود في لبنان هي الرؤية التي بنيت على أساسها شركة IPT في عام 1987، وإيمانا بهذه الرؤية بدأ عدد كبير من المحطات في لبنان الانضمام إلى شبكة محطات IPT، يجمعهم هدف واحد: تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلك اللبناني عبر محطات رائدة ومتميزة تنفرد بتصميم راق وحديث. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصميم فاز في عام 2011 بجائزة ريبراند العالمية التي تصنف IPT واحدة من أفضل وأفعل العلامات التجارية في العالم، كما أن الثقة الكبيرة والسمعة الطيبة التي اكتسبتها شركة IPT لدى المستهلكين مثلت لها حافزاً لتوسيع نطاق أعمالها، ما حتم عليها الانتشار بمحطاتها لتتخطى بحلول عام 2015 170 محطة على امتداد الأراضي اللبنانية، وما استلزم أيضا إضافة منشآت نفطية تخزينية تقدر طاقتها التخزينية بحوالي 30 مليون لتر مزودة بمنظومة متكاملة للأمن والسلامة والجودة. كما تمتلك الشركة أسطول نقل واسع قوامه أكثر من 70 آلية مخصصة للنقل والتوزيع والصيانة، وأن IPT ماضية في تحديث هذا الأسطول الذي يساهم بشكل كبير في تقدمها ونجاحاتها. وقد حاز نظام جودة الإدارة في IPT على شهادة ISO التي تضمن كفاءة إدارة شركة IPT وعملياتها. عملت IPT مؤخرا على بناء نظام تحكم ومراقبة مركزي يسمح بالاطلاع عن بعد وبشكل فوري على عمل مختلف مراكز وفروع IPT في كل لبنان بما فيها الصهاريج وآليات النقل، وذلك بهدف التأكد من حسن سير العمل وضبط المخالفات وتفعيل الأداء. إن هذا النظام هو الأول من نوعه في لبنان، وقد صممته شركة سيمنز الألمانية، وقد تم اختياره كأحد أفضل الحلول المعلوماتية التي صممتها سيمنز في العالم في عام 2015. كانت بدايات IPT متواضعة، حيث أسس ميشيل عيسى محطة صغيرة له في بلدة عمشيت قضاء جبيل في عام 1982، واليوم باتت شركة IPT رائدة في القطاع النفطي في لبنان، تستورد وتخزن وتوزع المشتقات النفطية عبر مجموعة من الشركات التابعة لها ضمن تسمية IPT Group، وهي شركة هولدينج تضم 7 شركات. لا تخفي IPT أن أبرز أسرار نجاحها هي الشراكات استراتيجية التي أقامتها مع شركات عالمية وثقت بIPT وأكسبتها خبرة واسعة وساعدتها على تحسين مستوى خدماتها، أهمها التعاون مع شركة توتال العالمية في عام 2010، وهي مزود IPT الحصري لمادتي البنزين وIPT ديزل بتركيبته الفريدة. وقد عينت توتال شركة IPT موزعا رسميا لزيوت ألف الفرنسية في لبنان. وقد كسرت IPT مفهوم المحطة التقليدية عبر شركات عديدة ونوعية كانت الأولى من نوعها في لبنان، فقد قدمت لأول مرة في لبنان مفهوم الخدمة الذاتية سيلف سيرفيس على محطات الوقود، وافتتحت مع ماكدونالدز سلسلة من المطاعم على محطات IPT، وأطلقت مع شركة مترو خدمة تسوق سريعة وعصرية على المحطات في خدمة الزبائن على مدار الساعة. كما أن شراكة IPT مع القهوة الأمريكية ماونتن ماد إسبريسو أتاحت لها تقديم تجربة جديدة للمستهلكين، وهي خدمة الدرايف ثرو على المحطات. وبعد الغسيل الثوري من دون لمس ليزر ووش التي لا تزال IPT تنفرد بتقديمه في لبنان،
أطلقت الشركة نظام الغسل الآلي للشاحنات تراكوش لأول مرة في الشرق الأوسط. هذه الخدمة الثورية صممها شريكنا الألماني كارشر لتتناسب مع متطلبات السوق اللبناني. أيضا في مجال خدمة وراحة الزبائن أطلقت IPT مع بنك بيبلوس سلسلة من مكنات الصراف الآلي على محطاتها، وقد ابتكرت IPT تسهيلات في الدفع لزبائنها من أفراد وشركات، وذلك عبر مجموعة واسعة ومتطورة من البطاقات الإلكترونية، منها أول بطاقة ائتمان من نوعها بين القطاع المصرفي والقطاع النفطي، وهي IPT بيبلوس ماستر كارد، وأحدثها البطاقة الذكية IPT سمارت كوبون، وهي بديل لدفاتر تعبئة الوقود اليدوية. وفي عالم المعلوماتية توفر IPT لزبائنها موقعا جديدا يتميز بالتصميم الحديث والتكنولوجيا والخدمات التي يتضمنها، مثل عرض أرشيف لأسعار المحروقات اللبنانية والعالمية وطلب المنتجات عبر الموقع وخدمة الاتصال المجانية Free Call Back. كما أن IPT لا تزال تتصدر الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لتبقى على اتصال مع زبائنها. إن IPT تسعى جاهدة بكل إمكانياتها إلى تقديم الخدمات الريادية كافة، رغبة منها في إرضاء مستهلكيها الذين هم في الأساس هدف الشركة ومصدر قوتها. وقد أضحت IPT بعد أكثر من 25 عاما من الإنجازات رمز ثقة لدى عملائها. وإلى جانب دور المؤسسة المهم في المساهمة بدعم وتنشيط الاقتصاد المحلي، تسعى IPT إلى ترسيخ وتفعيل وجودها في المجتمع اللبناني من خلال دعم الأنشطة الاجتماعية والخيرية والإنسانية والثقافية المختلفة، ونشر رسالتها الاجتماعية عبر التعاون مع هيئات ومنظمات لا تبغى الربح، مؤكدة أن دورها يتخطى الاستثمار الاقتصادي وتحقيق الأرباح. أيضا في إطار المسؤولية الاجتماعية وفي ظل المعطيات والتحديات البيئية الجديدة في لبنان والعالم، يتركز التوجه الجديد لIPT حول كفاءة الطاقة وترشيد استخداماتها، فضلا عن الطاقة المستدامة والمتجددة. وقد أسست IPT لهذا الغرض مركز IPT للطاقة إبتك، الأول من نوعه في لبنان والعالم العربي، وهو مركز متخصص بالأبحاث والدراسات والبرامج العلمية حول قطاع الطاقة والنفط والغاز. وبالتعاون مع جهات رسمية وطنية وعالمية أبرزها وزارة البيئة، الإسكوا واليو ان دي بي، يدخل في نطاق عمل إبتك تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل ودورات التدريب المتخصصة في قضايا الطاقة، وكذلك التعاون مع القطاع الأكاديمي عبر دعم الأبحاث والدراسات، فضلا عن إقامة حملات توعية وتوجيه حول ترشيد استخدام الطاقة وتقديم الإرشادات والمعلومات اللازمة للمستهلكين بهذا الخصوص. IPT معا نحو الريادة والتميز.